مباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس الفضائية والقنوات المصاحبة لقناة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر في هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. شاهدنا الشوط الأول، الشوط الأول ذهب مع الشاهينية لهجن زعبيل بقيادة المضمر المتألق راشد بن محمد بن راشد في هذا الحضور من سيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مالك هجن زعبيل، والزعبيل والشاهينية تهديه الفوز في هذا المساء وفي هذا الحضور. مباشرة نسير مع هذا الشوط وهذا الشوط الأول للإذاعة الجعادين مباشرة مع المقدمة، مع مقدمة هذا الشوط مع شعار هجن الشحانية الدحيل على المركز الأول لهجن الشحانية، يضمر الدحيل جار الله بن محمد بن عقيل المري في التضمير. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني هملول لهجن الرياسة بقيادة مضمر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. المركز الرابع شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الخامس شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. وفي المركز السادس أيضا شاهين من الجانب الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. ننتقل إلى المركز السابع، وفي المركز السابع في هذه اللحظات مبلش لكن ينخطف من الجانب الثاني، يرى هملول، هملول ولا شاهين؟ شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر سالم بسعيد بن عمان المهيري يخطف المركز السابع. المركز الثامن هنا سرمد لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان سمي سرمد الذي فاز البارحة في على أرضية ميدان الصياهد في المملكة العربية السعودية، أتى برمز الجعدان الثنايا وأفضل توقيت سجل على أرضية الميدان ما بين البكار وما بين الجعدان، يهدي الفوز والناموس إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. ننتقل إلى وين؟ إلى المركز الثامن ولا التاسع؟ التاسع التاسع نعم، مبلش لي سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز العاشر سياب لهجن الشحانية بقيادة المضمر فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل، وأنا انتصفنا بنصف المسافة. ونرجع إلى المقدمة نشوف الشوط ترى وجرى على مقدمة هذا الشوط. نحن التهينا نعد المراكز العشر الأوائل والدحيل على المركز الأول، الدحيل لا زال على مقدمة هذا الشوط لهجن الشحانية بقيادة المضمر البرنس جار الله بن عقيل المري. لكن العاصفة بدأت تتخلص قدم مع شاهين، عندها كلام، عندها محادثة مع الدحيل اللي على مقدمة هذا الشوط. يا سلام شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وين المركز الثالث؟ المركز الثالث أرى هملول على المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. يا سلام يا سلام يا ابو سلطان، ان بغيت قدام ولا تبي تاخر للمراكز المتاخره. على العموم الشوط غدا غدا هناك ذنين على المقدمه والمركز الثالث. الشوط الشوط متناثر، الشوط متناثر، رقم قوته، رقم قوته في هذا المساء. لكن ارى وين شاهين؟ شاهين شاهين والدحيل وعلى
واحد من اليمين وواحد من اليسار، والمعركة والميدان تحت أقدامهم، والاتجاه 2 كيلو باقي عن خط النهاية. يا البرنس يا غياث، المنافسة ما بين المضمرين، ما بين شعار هجن الشحانية وشعار هجن العاصفة، أن الاثنين من فردات، الاثنين من فردات بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا شاهين، شاهين على المقدمة، شاهين. لكن الدحيل، الدحيل من الجانب الثاني بدأ يغير، بدأ ينتقل إلى المقدمة لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن عقيل المري. يا سلام يا البرنس، يا سلام يا البرنس على أداء الدحيل في هذا المهرجان، مهرجان ولي عهد دبي، وهو يسجل حضور في هذا المساء بهذا الأداء المتميز. يا سلام، من فرد بدأ يزيد من سرعته، ما أدري الإخوان، إخوان البرنس كلموه ولا ما كلموه، بدأ يزيد من سرعته، بدأ يزيد والدفع رباعي 1200، ما تبقى عن خط النهاية، والدحيل في المقدمة يغرد خارج السرب لوحده، يعزف على الوتر الأول، يعزف على الوتر الأول. يا السلام، يبى يهدي الفوز والناموس إلى أهالي الدوحة، إلى أهالي العنابي، إلى أهالي الأدعم على مقدمة هذا الشوط. يا السلام يا البرنس، يا السلام يا البرنس جار الله بن عقيل المري في التضمير. يا السلام يا السلام يا سلام، خذ خدمة كاملة علينا، سيارة ومصور، لكن أشوف غدوم. يا السلام، غياث غادم مع هجن العاصفة. يا السلام، غياث مع شاهين لهجن العاصفة، بدأ يتحرك. يا السلام، بدون أي أوامر، ما صدر أي أوامر، غياث أظني على صوت السماعة. يا سلام، ها حركة، دقة واحدة، والدحيل في المقدمة، الدحيل في المقدمة. يا السلام، امبراطورية هجن العاصفة غادمة بقوة على ظهر شاهين، الدحيل على المقدمة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة. يا السلام، هجن الشحانية، هجن العاصفة، هجن الشحانية، هجن العاصفة، 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 ما عن هبوب هذرة دامها وراك، ما في أمان حتى تتجاوز خط النهاية. سلام يا فزاع، سلام، سلام يا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أسعد الله مساك يا فزاع، أمس الخير يا غياث على هذا الأداء الذي تقدمه هجن العاصفة، أمبراطورية هجن العاصفة، تهانينا. والناموس المركز الثاني الدحيل لهجن الشحانية، المركز الثالث سياف لهجن الشحانية، وفي المركز الرابع الشارد لهجن الشحانية، والمركز الخامس الفال لهجن الشحانية. هذه النتيجة، هو غياث مع شاهين مع امبراطورية هجن العاصفة، يفاجئنا بعدما غرد الدحيل الوحدة على مقدمة هذا الشوط، يفاجئنا ويخطف المركز الأول في زمن وغدر 9 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا الغياث الهلالي، تهانينا لجماهير هجن العاصفة، والذي وصل في المركز الثاني. الدحيل أيضا ما قصر، قدم عرض ما فيه الكفاية، حصل على المركز الثاني في زمن وغدرة 9 دقائق 6 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر جار الله بن عقيل المري، والذي وصل في المركز الثالث سياف على المركز الثالث في زمن وغدرة 9 دقائق 9 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا أيضا للمضمر فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، ومساء الخير على الجميع، تهانينا والناموس.